alle eine starke Atmaul. Ja! Weil er eine starke Waffe ist. Ja. Gegen Satan. Ja. Ja. Und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Ich muss es hier sagen. Groß und reich seine gewaltige Macht, die ja. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كلنا نعرف أن الرقية الشرعية أمر محمود، وأنها سبب في شفاء الكثير من الأمراض بعد إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وندري أيضا أنه مو بأي شخص يروح يرقي الناس، يعني الرقية لها ضوابط ولها شروط. لكن اللي ممكن يخفى على البعض أنه ترى حتى النصارى أو في الكنائس عندهم رقية، أو ما يسمى بجلسات طرد الأرواح الشريرة، أو نسميها باللغة الإنجليزية بالإكسورسيزم. لكن ترى الجلسات هذه كانت احيانا تؤدي الى موت الشخص المريض او الشخص اللي فيه مس بسبب وسائل التعذيب والعنف اللي كان يمارس على الشخص هذا. القصه اللي معنا اليوم مرعبه ومخيفه لدرجه انه كانت سبب كبير جدا بانه الجلسات هذه يتم مراقبتها في الكنائس وتخفف حدتها بشكل كبير. طبعا القصه ترى لها فيلم، وبحط لكم الفيلم ان شاء الله بنهايه التقرير. وش اللي صار وش احداث القصه؟ تعالوا نبدأ التقرير. في عام 1952 في بلدة صغيرة في ألمانيا ولدت الطفلة آن. الطفلة هذه من ولادتها كان عندها ضعف وكان عندها بعض المشاكل الصحية، لكن المشاكل الصحية ما كانت مؤرقة لأهلها، يعني بحكم أنه عندها ثلاث أخوات وكانوا يعني أخواتها يرعن البنت الصغيرة هذه وينتبه لها، فما كانت المشكلة الصحية يعني مشاكل تستدعي أنهم يرجعون فيها المستشفى أو مشاكل قوية، لا كانت مشاكل صحية معتادة. الأهل كانوا محافظين وكانوا متدينين جدا، فيعني أنهم موضوع أنه يروحون للكنيسة مرتين بالأسبوع هذا موضوع أو تقليد لازم يسوونه. يعني البنت هذه الآن كبرت ودخلت المدرسة، لكن ما قدرت أنها تكون صداقات لأنها كانت انطوائية نوعا ما. استمرت حياتها بدون أي مشاكل، لكن بعمر 16 سنة تقريبا حصل لها حدث غير حياتها بالكامل. في يوم من الأيام ذهبت آن إلى المدرسة، وكان يوم دراسي اعتيادي ما كان فيه أي مشاكل. آن كانت جالسة بالفصل مع زميلاتها، فجأة بدون مقدمات تشنجت آن وسقطت مغشيا عليها. طبعا تشنج معناها سيجر. سقطت البنت وبدأت تهمهم بكلمات غريبة، كلمات غير مفهومة، جمل غير مترابطة وغير متناسقة. زميلاتها كانوا يطلعون فيها ومستغربين وش جاها آن. تدخلت المعلمات وقدروا أنهم يفوقون البنت وبلغوا أهلها باللي صار. رجعت حياة آن طبيعية ولا في أي مشاكل، لكن الأم كانت تلاحظ بنتها أحيانا تجلس أمام أحد التماثيل لمريم العذراء طبعا على حسب وصفهم، وكانت تهمهم بكلمات غريبة. طبعا الأم كانت تعتقد أنه بنتها جالسة يعني تصلي أو تقرأ بعض الأدعية أمام التمثال هذا. آن كانت تقوم ببعض التصرفات الغريبة، غير أنها كانت تجلس أمام التماثيل وتصلي وتقول كلام غير مفهوم. كانت تقول لأمها أني جالسة أسمع أصوات مخيفة، أشوف يعني وجوه مرعبة. بيوم من الأيام كانت جالسة آن مع أختها بالغرفة، فجأة آن قالت لأختها في أحد يطق علينا الباب. لا تخافون، أنا اللي طقيت الطاولة. طبعا يطرق الباب معناها knock the door. فأطلعت أختها عشان تشوف في أحد عند الباب. قالت يا آن ما في إلا أنا وأنت بالبيت، ما في أحد يطرق الباب. قالت لا أنا جالسة إلى الحين، حتى الحين جالسة أسمع صوت أنه في أحد يطرق الباب. طبعا أهلها ما كانوا مستغربين من تصرفاتها والتهيؤات هذه، بحكم أنها يعني مثل ما ذكرت لكم كانت تعاني من بعض المشاكل الصحية، فقالوا يعني يمكن عندها أو تجيها بعض التهيؤات. لكن بيوم من الأيام آن جتها حالة هستيرية عنيفة وغريبة، وبعدها سقطت مغشيا عليها. هنا أهلها قرروا يأخذونها للمستشفى. أخذوها إلى المستشفى، وهناك قام الأطباء بإجراء بعض الفحوصات الآن، وتوصلوا بالنهاية بأن البنت مصابة بمرض الصرع، وبناء عليه يجب عليها أن تخضع للعلاج النفسي أو أن تدخل المستشفى للأمراض النفسية. وفعلا دخلت آن المستشفى الأمراض النفسية، لكنها لم تتلقى الرعاية اللازمة. خلونا نقول يعني كان في جلسات علاجية وكانوا يعطونها بعض الأدوية، لكن ما كان فيه رعاية يعني لحالتها بشكل خلنا نقول بشكل خاص أو بشكل مكثف. فبالتالي حالة آن ما تحسنت،
حالة آن كل ما لها تزود سوء أكثر وأكثر، وبلغت والدينها بأنها ما هي مرتاحة وأنها تتعذب داخل المستشفى هذا. فالوالدين يعني ما باليد حيلة ولا يبون يشوفون بنتهم تتعذب، قرروا أنهم يخرجونها من المستشفى ويحطونها بالبيت. لكن مثل ما ذكرت لكم حالتها جالسة تسوء، فهنا قرر الوالدين قرار غريب. الأم والأب مغلوبين على أمرهم، يشوفون بنتهم تعاني ولا يدرون وش فيها، فافترضوا، طبعا يفترض معناها hypothesize، افترضوا أن بنتهم مصابة بالمس الشيطاني، ولأنهم ناس مؤمنين قرروا أنهم يروحون للكنيسة عشان يقولون أو يطلبون من القساوسة أنهم يبدون بجلسات طرد الأرواح الشريرة لبنتهم. لكن القساوسة كانوا يرفضون لأنه مثل الجلسات هذه لها شروط لازم تتحقق في الشخص اللي مصاب بالمس، من ضمنها أنه يكون يكره الرموز الدينية، وآن ما كانت تكره الرموز الدينية، يعني مثل ما ذكرت لهم كانت تصلي أمام بعض التماثيل وغيرها. فحاولوا الوالدين بشتى الطرق لكن القساوسة رفضوا. آن تطورت حالتها بشكل مرعب جدا لدرجة أنها بدأت تأكل أجزاء من جسدها، وبدأت تأكل الطيور والعناكب وهي حية. فتطورت حالتها بشكل مرعب لدرجة أنه الوالدين بدأوا يتوسلون للقساوسة أنهم يبدأون بالجلسات. وجه الشيطان يحاصرني أينما ذهبت، أصوات مفزعة تأتيني من كل مكان، رأسي يكاد ينفجر من قسوة ما يتردد فيه من لعن ووعيد بأني سوف أحترق بالجحيم. بهالكلمات كانت آن صاحبة 19 عام تشرح لوالدها والدتها معاناتها، استسلمت تماما للهلوسات اللي جالسة تصيبها. بالنهاية فعلا قرر القساوسة بأنهم يتدخلون، وبدأت أول جلسة، طبعا جلسة معناها سيشن، بدأت أول جلسة لطرد الأرواح الشريرة من آن. طبعا آن كانت تقول القساوسة بأنه الشيطان تملك جسدي تماما، وأنه بداخلي ثلاث أرواح شريرة، قابيل ونيرون وهتلر، هذا على حسب وصفها. أحط لكم الآن جلسة مسجلة من أحد الجلسات اللي كانت لطرد الأرواح الشريرة من آن. هذه كانت جلسة من ضمن 40 جلسة سووها القساوسة الآن وسجلوها، سجلوا الجلسات هذه. ومثل ما تلاحظون الآن صوتها يتحول من صوت أنثوي ناعم إلى صوت ذكوري أجش، وتقول كلمات غريبة. القساوسة جربوا معها جميع وسائل التعذيب، من ضرب وعنف وتقييد بالسلاسل، طبعا بمساعدة والدها، إيمانا منهم بأن الشيء هذا راح يطرد الأرواح الشريرة اللي بآن. واستمرت الجلسات هذه لمدة 10 أشهر، وأيضا كانوا يجبرونها على الصلاة بوضعية معينة. الوضعية هذه أدت إلى كسر في ركبة آن وتآكل في ركبتها وخلاها غير قادر على المشي. بآخر الأشهر تقريبا بدأت آن تمتنع عن الأكل والشرب، امتنعت عن الأكل أو عن الطعام تماما، لين تقريبا في أحد الجلسات بالشهر العاشر صار حدث محزن. في آخر جلسة من جلسات آن كانت آن تعاني من حمى شديدة، وكان جسمها يرتجف بشدة، وأساسا جسدها أصبح هزيل جدا. طبعا لم تقيد بالسلاسل لأنها أصبحت غير قادرة على المقاومة، جسدها أصبح غير قادر على المقاومة. وكانت عندها أمها، فهمست آن بإذن أمها وقالت لها يا أمي أنا خائفة. وبعدها توفيت آن. توفيت آن بعد أكثر من 10 أشهر من العذاب ومن التعذيب داخل ما يسمى بجلسات طرد الأرواح الشريرة. طبعا القضية هذه أصبحت قضية رأي عام في ألمانيا، وتدخلت الشرطة وألقي القبض على القساوسة وحكم عليهم بالسجن 6 سنوات، وخف الحكم بعدها إلى 3 سنوات. ووالديها لم يحكم عليهم بشيء معليش، لأنهم في القانون الألماني والدها أو والديها عانوا بما فيها الكفاية، فما يستحقون العقوبة. بعد تشريح جثة آن توصلوا أنه سبب وفاتها كان بسبب سوء التغذية malnutrition، وبأنه لو في أحد تدخل قبل 10 أيام من وفاتها وقدم لها الرعاية الطبية اللازمة كان ممكن يكتب لها عمر أكثر.
والأطباء النفسيين قالوا أنه أساساً هي كانت يعني مصابة بالفصام أو بالفصام والصرع، وأنه الكلمات اللي كانت تقولها بسبب خلفيتها الدينية. أنا قلت لكم أنهم ناس متدينين جداً، فالكلمات اللي كانت تقولها بسبب خلفيتها الدينية. بحط لكم أنا صورة الآن لآن بعد وفاتها، وشوفوا جسمها كيف كان نحيل جداً. انتهى التقرير، إن شاء الله أنكم استمتعتوا بالسرد. طبعا كان في أحداث شوي مرعبة، لكن ما حبيت أني أزود جرعة الرعب. يعني بحط لكم الفيلم اللي أنتج حول قصة أناليز ميشيل. طبعا اسمها أناليز ميشيل، لكن الآن اختصرتها إلى أن. تصبحون على خير، وأشوفكم إن شاء الله التقرير القادم. في أمان الله.